والخسرى والاتحاد المصري دولة عضو في الأمم المتحدة ومستقلة، وأي اعتراض من أي دولة أخرى هو تدخل في الشؤون الداخلية للدولة. رئيس أو وكيل وزارة الأوقاف عندما ينتقد الأوضاع في سويسرا عليه أن يتحدث بصفته ناقد، ولكن ليس له حق في هذا النقد، لأن هذا النقد يتعلق بالشأن الداخلي السويسري. ثانيا، لا بد أن يعلم وكيل وزارة الأوقاف أن سويسرا تستضيف بعض المسلمين، وهؤلاء المسلمون ليس لهم حقوق تتعلق بالإقامة والمواطنة، وهم ليسوا مواطنون وإنما هم مهاجرون. وتستطيع سويسرا في أي وقت أن تطرد المهاجر حتى لو كان يحمل الجنسية السويسرية وفقا للقانون الدولي. فهؤلاء المواطنون المسلمون ضيوف على الشعب المصري، وليس من حق الضيف فرض شروطه وعقائده على كافة الشعب. أما في مصر عندما يتحدث وكيل وزارة الأوقاف فعليه أن يتحدث عما تعانيه شعب مصر من الأطفال بعدم قدرتهم على بناء كنيسة إلا بموافقة رئيس الجمهورية. ليس من حق الأطفال ترميم كنيسة أو إصلاح توالت الكنيسة إلا بحكم محافظ والجهات الأمنية، لدرجة أن الكنيسة انهدمت ووقعت على المصلين. في مصر وأصحاب البلد الأصلية الأطفال عندما يصلون داخل منازلهم الشرطة تمنعهم، والغوغاء من المسلمين تقاتلهم وتحرقهم كما حدث في الحواصلية في الفيديو. فعلى وكيل وزارة الأوقاف أن يستحي ويعرف أن في مصر جريمة ترتكب في حق الأطفال، وهو أحد صناعها، لأن الأوقاف ووكيل وزارة الأوقاف هم أحداد الحرب الذين قدموا إلى بلدنا مصر وما زالوا يمارسون الانتهار باسم الاحتلال الإسلامي على مصر. أستاذ موريس، الحقيقة إحنا ظهرت في الآونة الأخيرة الدفاع الجزمي، أو الجزمة هي الوسيلة المثلى للدفاع. في من حوالي أسبوعين شفنا فيديو في يوتيوب لأعضاء مجلس الشعب وعضو من كتلة الإخوان قلع الحذاء بتاعه عشان يضرب عضو آخر من كتلة الحزب الوطني، ورد عليه رئيس المجلس قال بيعمل ايه اللي هناك ده، بيعمل ايه ده، وقال بالحرف الواحد العضو الذي خلع الحذاء يحال للجنة القيع. فهنا بقى ان تعدى الحذاء من الزيدي الى مجلس الشعب إلى مستشاري الدولة ومستشار بمجلس الدولة، وأحد المستشارين هنا قلع حذاءه في إحدى المدارس وضرب به مدرس بالمدرسة، معرفش. وطبعا الخبر بيقول إحالة مستشار بمجلس الدولة للتحقيق لتعدي على مدرس بالحذاء،
طبعا الاسم موجود واسم المدرس موجود، بس مش هقول الكلام ده. اللي يهمنا هنا اذا كانوا مستشاري مجلس الدولة وصل بهم الهبوط في التعامل او الدونية في التعامل بانه يتعامل بالحذاء بدلا من لسانه، فكيف حال القضاء في مصر في عصر حسني مبارك؟ تفضل. كما ذكرت يا صديقي أن هناك فئة قلبت من شبه الجزيرة العربية واحتلت مصر. هذه الفئة من المدو والحفاة، وأحفادهم من الخزاع العرب. فعندما يقنع مستشار عربي حذاءه، وعندما يقنع عضو مجلس الشعب من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابيون حذاءه، وعندما يقنع الزيدي حذاءه ويفتح هذا الحذاء، فيئن أجداده من الكفاح الغزاة العرب. فهو ليس يستطيع لبس حذاء ويسير في ركب التقدم، أصبح عقله ليس في رأسه، وإنما عقله في قدمه. من هذا انتشرت ثقافة الحذاء وبطلت ثقافة الدماء. أما القضاء في مصر رحمة الله عليه، القضاء في مصر هو قضاء منتشر عديد من قضايا الرجوة والفساد تعم هذا القضاء. هذا القضاء قضاء سياسي، أصبح القاضي يأخذ توقيعاته من الحاكم ويرد أحكامه لكي يفوز بمنصب الحكومة كمحافظ أو كمستشار في مجلس الوزراء. وأصبحت المصلحة متبادلة ما بين القضاء والحكومة. وفي ذات الوقت دخلت القضاء في مرحلة الإسلام، حيث عين بالقضاء عديد من جماعات الإخوان المسلمون والجماعات الإرهابية، وأصبح القضاء 99% من الجماعات الإرهاب الإسلامي. فماذا ننتظر من قضاء أصبح وهابيا وأصبح إسلاميا غير الفساد والرشوة وانعدام الضمير والأخلاق؟ هذا هو قضاء مصر. ولدينا ويبسايتات كثيرة قوي، أرجو من المشاهدين أن يدخلوا فيها ويكتب قضاء مصر فيرون كم من القضايا والفساد التي يحتويها قضاء مصر. وأنا مستعد أرسل كل الناس هذا الويب سايت لكي يطلعوا على الجريمة الكبرى التي تعيشها مصر في ظل قضاء ثابت وقضاء لا يحترم الضمير والأخلاق. أستاذ موريس، يعني الحقيقة الجزء اللي انت اتكلمته عن القضاء قد يكون مقنع، أما الجزء الأولاني على إن حضرتك بتقول إن هو منهم من الحفاة العرب وإن عقله مش في دماغه ده عقله في الحذاء، قد يكون غير مقنع. هل لديك تفسير آخر على هبوط الحوار بين الصفوة وهو أعلى مستوى ينظر له داخل مصر، أي القضاء والمدرس العادي؟ ده أنا لو وزير عقل لا
قبل ما احقق مع القاضي ده لابد ان اصيله. كيف يتدنى مستوى الحوار بالهبوط الى هذا الحد؟ من الناحيه القانونيه اعتداء على موظف في محل عمله، وقبل كده اعتدوا برضو اسمه نبيه الوحش قصدي قلع الحذاء برضو الاستاذ نجيب جبرائيل.